السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله اليوم حنبدأ شابتر جديد، هو شابتر 4، ومن هذا الشابتر بيبدأ دراسة الفلويد في حالة حركة، لأنه في شابتر 2 و3 وخاصة 3 كنا نتكلم عن الفلويد في حالة سكون. الآن بدينا نتكلم في شابتر 4 وبعدين في 5 وفي 6 وفي كمان لو بدنا ناخد 7، كلهم بيتكلموا عن الفلويد في حالة حركة. شابتر 4 هو شابتر صغير تقديمي، بيشرح بعض المفاهيم المتعلقة بالفلويد في حالة الحركة. طيب، هدفنا في هذا الشابتر نعرف بعض الكونسبتس الضرورية لتحليل الفلويد في حالة حركة، نميز بين الستيدي وان ستيدي فلو. يعني لو ما واحد يقول لكم اسيوم انه الفلو ستيدي، طبعا بتكلم الفلو ستيدي يعني التدفق انه ستيدي مش الفلويد، تمام؟ فبدنا نفهم ايش معنات ستيدي فلو، بدنا نفهم ايش معنات ان ستيدي فلو من خلال هذا الشابتر في المحاضره هذه بالمخصوص. بدنا نفهم ايش معنات يونيفورم فلو، نون يونيفورم فلو، كومبريسيبل وان كومبريسيبل فلو، نفهم ايش معنات لامينار وتربلنت فلو، نشوف كيف ممكن نمثل الفلويد في حاله حركه من خلال استخدامنا الستريم لاينز والستريك لاينز وغيرها من الاساليب. نروح نتعرف على احد اهم المعادلات اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن، المبنيه على في الهدف طبعا في اخر الشابتر، المبنيه على مبدا حفظ الكتله او الكونزرفيشن اوف ماس، احد مبادئ الفيزياء. وحنشوف ايش تطبيقاتها وايش مفهوم الكنترول فوليوم وايش تطبيقاتها في تحليل الفلويد في حاله حركه. شابتر صغير زي ما قلت لكم، شابتر مهم من ناحيه المفاهيم كتير، حنكون طبعا شابتر في مفاهيم نظرية وبعض التعريفات، فضروري نركز ونفهم كل التفاصيل المتعلقة اللي حنشرحها. طيب، طبعا في أمثلة كتير بنشوفها للفلويد في حالة حركة، الهواء اللي حوالينا، الهواء اللي طالع من المراوح، الأعاصير، التورنادوز، مثلا بنشوف الويفز لحركة الأمواج عند الشواطئ، بنشوف الدخن اللي طالع من السيارات او من خلافها من الاجهزه، تمام؟ فوجود فامثله الفلويد في حاله حركه امثله كثيره، زي مثلا الفلويد المي المنقوله في الانابيب، سواء الانابيب بتوصل ميه الشرب او الانابيب بتوصل ميه المطر او بتنقل ميه المطر او بتنقل ميه المجاري. فالنماذج متعدده للفلويد في حاله حركه. طبعا ممكن بعض الحالات تكون صعبه كثير ان نحللها، وبعض الحالات ممكن تكون دقيقة جدا في التحليل، بعضها بنعمل بعض simplification عشان نقدر نحلل المسائل المعقدة جدا. طيب، نبدأ في ثلاث أو أربع مفاهيم حتمر علينا، مطلوب نميز بينهم. أول واحد اسمه path line، ثاني واحد اسمه streak line، ثالث واحد اسمه stream line، وينبثق عن stream line حاجة اسمها stream tube. إذا بدنا نميز بين الأربع شغلات هدول، لازم نطلع من المحاضرة هذه أو من الأول 10 دقائق نفهم إيش الخلاف أو إيش كل واحد بيعني. الباث لاين من الاسم المسار، المسار يعني لو أنا جيت قلت لكم إيش المسار، خلال مساري اللي أنا سلكته أو الطريق اللي أنا سلكته خلال مثلا فترة زمنية معينة، تمام؟ إذا إيش بقول المسار أو الباث لاين هو اللاين المرسوم بواسطة given fluid particle as it flows from one point to another، طبعا خلال فترة زمنية. اذا المسار انه هاي كانت النقطة هنا عند time يساوي t zero، بعد شوية صارت هنا، بعد شوية صارت هنا، بعد شوية صارت هنا، بعد شوية صارت هنا، وهكذا. هذا الخط اللي طالع من تتبع هذه ال particle لما تتحرك من نقطة الى اخرى خلال الزمن اسمه ايش؟ الخط اللي طالع هذا اسمه الباث لاين. بيقول لي ممكن احنا نروح نلون individual fluid particles، تمام؟ ونشوف نتبعها مع at successive interval of time، والناتج بيكون هو عبارة عن ايش؟ بيكون عبارة عن الفلويد particle، اسف، والناتج بيكون هو عبارة عن الباث لاين. يعني كأننا احنا بنتبع هذه الفلويد بارتيكل مع الزمن، كأننا بنتبعها over some period of time، وكأنه هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن موفي احنا بنتبع فيه
الحركة، كنا بناخذ فيديو متبع في حركة الـ individual fluid particles لما تتحرك من مكان إلى آخر خلال فترة من الزمن. خلاصة الأمر مكتوب هنا، الـ path line is the actual path، هو عبارة عن المسار الحقيقي اللي قطعته أو اللي مشيته individual fluid particles لما تحركت من نقطة إلى أخرى خلال فترة من الزمن. تمام، أتصور أنه المفهوم صار واضح. وطبعا من الاسم لما واحد بتكلم عن path line أو المسار بيجي في بالنا إشي. طيب الإشي الثاني اسمه streak line أو filament line، خط الدخان. streak line بقول لي هي عبارة عن أداة مخبرية اللي من خلالها بنحصل على instantaneous photograph. لاحظوا انه قبل شوية الباث لاين كانت مش instantaneous photograph، كان احنا بندرس الخط اللي بتقطعه او المسار اللي بيقطعه individual fluid particles مع الزمن، لكن هنا هذا عبارة عن صورة لحظية وأداة مخبرية بتعطينا صورة لحظية لإيش؟ لأماكن جميع الparticles اللي مرت بشكل تتابعي خلال أزمنة سابقة من نقطة معينة. تمام؟ يعني بقول لي هنا بدل ما احنا قبل شوية رحنا لونا individual fluid particles، هنا لا مش هنلون، هنا هنعمل injection لسائل ملون أو لغاز ملون ونتبعه ايش وين انتشر. تمام، الناتج هو عبارة عن الفيلمنت لاين. تمام، يعني مثلا لو احنا بتيجي بتشوفوا انتوا على التلفزيون احيانا مثلا في استقلال، في احتفال استقلال بعض الدول بتطلع الطائرات وبتلون العلم، انتوا لما تطلعوا هيك بتاخدوا نظرة، كأنكم بتاخدوا سكرين شوت او بتاخدوا شوت واحدة، بتلاقوا خط ملون. هذا الخط الملون ايش ماله؟ هي عبارة عن صورة لحظية. ايش هذه الصورة اللحظية؟ لأماكن بتبين أماكن جميع البارتيكلز اللي اشتركت كلها هذه البارتيكلز إنها طلعت من نقطة معينة، هي نقطة التلوين أو نقطة الانجكشن تبع السائل لو كان عندي سائل أو الغاز لو كان عندي الفلويد عبارة عن غاز. تمام، إذن هي بتعطيني صورة لحظية of the position لأماكن كل البارتيكلز اللي اشتركت كلها have passed through a particular point اللي مرت بنقطة معينة. تمام، خلال أزمنة سابقة at which the dye is being injected، هذه النقطة اللي احنا مقصودة هي نقطة تلوين أو نقطة الانجكشن تبع السائل أو الغاز الملون. إذن خلاصة الأمر streak line is the locus يعني location، تمام، of the fluid particles اللي إيش مالها اللي مرت بشكل تتابعي through prescribed يعني اللي مرت بشكل تتابع من نقطة محددة من الفلو فيلد. تمام، طيب نرجع مرة تانية، كيف نميز بين هذا وبين هذه؟ هذه عبارة عن المسار، عبارة عن الخط أو اللاين المرسوم بواسطة individual fluid particles لما تتحرك من نقطة إلى أخرى خلال فترة من الزمن. لاحظوا احنا بنتكلم عن موفي، عن زمن، ومنتبع نقطة واحدة. هنا عبارة عن أداة مخبرية بتعطيني صورة لحظية. تمام، يعني هنا باخد بس كأنه باخد شوت واحدة. تمام، بتعطيني صورة لحظية لإيش؟ لأماكن جميع البارتيكلز اللي مرت بشكل تتابعي من نقطة معينة. هذه النقطة بتكون في المختبر هي نقطة الانجكشن تبع الداي اللي هو السائل الملون أو الغاز الملون. طيب اللي بعده الستريم لاين. الستريم لاين بيقول لي هي عبارة عن imaginary curve. يعني اللي قبل كان ممكن نعمله في المختبر، نلون نقطة، نلون نعمل injection لداي. هنا عبارة عن شغلة mathematical، يعني عبارة عن اشي بالكمبيوتر منطلعه، اشي theoretical. تمام، ايش هو؟ هو عبارة عن خط ايش ماله او منحنى تخيلي اللي عبره في لحظة معينة بيكونش فيه اي فلو، يعني لا يقطع اي فلو. ايش يعني لا يقطع اي فلو؟ بمعنى انه مدام عند اي لحظة هذا الخط لا يقطع اي فلو، معناته الفلو بيكون موازي له. تمام، هاي المعناته. اذا هو منحنى تخيلي اللي عبره الفلويد عند اي لحظة بيقطعوه الفلو بيقطعوش، وبالتالي حيكون الفيلوسيتي اوف افري بارتيكل اوف فلويد لونج ذيس ستريم لاين، يعني الفيلوسيتي لأي بارتيكل
من الفلويد عبر هذا الستريم لاين بتكون اشمالها تانجنشال لهذا اللاين. ليش؟ لانها الفلو بوزي لا يقطع، تمام؟ يعني زي هذا، لو هذا اشمال وهذا لو قلنا عنه ستريم لاين، معناته الفيلوسيتي فيكتورز حتكون مماسيه. وين ما بتكون حتكون ايش؟ مماسيه لهذا اللاين. اذا هو عباره عن خط وهمي اللي عبره بتقطعوش اي فلو، يعني ما فيش فلو زي هيك، الفلو بيكون موازي له. ما دام موازي له بتكون الفيلوسيتي فيكتورز بتكون تانجنشال لهذا الخط. في تعريف بس مش دقيق جدا احيانا بيقولوا عنه عن الستريم لاين هي الفيلوسيتي كونتورز، على اعتبار انه كانه برسم هذا عباره عن كونتور اوف ذا سيم فيلوسيتي، لكن الكلام مش كتير دقيق. طبعا بيقول لي كلوزد تو سوليد باوندري، يعني لو احنا جبنا مثلا جناح طياره ورحنا رسمنا الستريم لاين، هنلاقي في ستريم لاين ملاصق تماما لهذا الجناح. ليش؟ لانه عبره بيتمش اي فلو، الفلو بيتم حواليه. فهذا ستريم لاين، هذا ستريم لاين، هذا ستريم لاين، هذا ستريم لاين، وفي ستريم لاين حوالين السوليد باوندري، ما ننسى. طبعا ايش فايده الستريم لاينز؟ انه انت وين ما بتشوفها بتعرف اتجاه الفلو. يعني انا لما بشوف هذا الستريم لاينز بعرف انه الفلو جاي زي هيك، تمام؟ طبعا ممكن يكون جاي زي هيك او هيك، لكن حتما مش حتقول لي الفلو جاي بهذا الشكل او بهذا الشكل، لانه الستريم لاين حددت لنا اتجاهات الفلو، الفلو موازي لها. طبعا لو حطينا بس الدايركشن تبعت الفيلوسيتي، الفيلوسيتي الموازيه لهذا الستريم لاين، كان قلت لكم الفلو جاي زي هيك او بالعكس، لانه الدايركشن تاعت الفيلوسيتي فيكتورز بتحدد اتجاه الفلو، تمام؟ اذا كلوز تو سوليد باوندري، في ستريم لاين ار بارالل تو ذات باوندري، تمام. بعض الملاحظات عن الستريم لاينز، الستريم لاينز ايش مالها؟ بيقول لي مش ممكن تقاطع بعض، لانه اذا قاطعت بعض معناته في نفس النقطة إلها two different velocities. وإحنا قلنا إنه في بعض التعريف بتقول إنه هو contour lines للvelocity. The stream lines cannot cross each other، تمام؟ وبالتالي لأنه معناته إنه زي ما قلنا إنه two different velocities at the same point، وهذا إشي مستحيل، تمام؟ فبدنا ننتبه لهذه الشغلة. طيب نعاود نجمل الثلاثة مع بعض. الباث لاين هو عبارة عن الخط المرسوم بواسطة individual fluid particle as it flows from one point to another over some time period، تمام؟ الستريك لاين هي عبارة عن أداة مخبرية تعطينا صورة لحظية لأماكن جميع الparticles، تمام؟ اللي مرت بشكل تتابعي من نقطة محددة في أزمنة سابقة، وهذه النقطة محددة في المختبر بتكون هي نقطة التلوين أو نقطة الانجكشن تبع الداي. الستريم لاين هو منحنى تخيلي اللي عبره عند أي لحظة الفلويد بيقطعوش، وبالتالي there is no flow across it، تمام؟ وبالتالي الفيلوسيتي فيكتورز حتكون مماسية لهذا الستريم لاين عند تلك اللحظة، تمام؟ الستريم تيوب هذا عبارة عن إشي مشتق من الستريم لاين. الستريم تيوب هو تيوب، إيش بقول؟ لو إحنا رحنا أخذنا سيركل أوف بوينتس، إيش يعني سيركل أوف بوينتس؟ يعني رحنا أخذنا مجموعة من النقاط تمثل سيركل، رحنا رسمنا الستريم لاين زي هنا، أخذت هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، ورسمت الستريم لاين اللي بمر بكل نقطة من النقاط هذه، الناتج عبارة عن إيش؟ عن ستريم تيوب. إذن إذا أخذنا إحنا circle of points وكل نقطة رسمنا لها stream line بمر فيها، الناتج بيطلع شكله زي الستريم تيوب، شكله زي التيوب، تمام؟ طبعا هو مش تيوب حقيقي، هو مجرد تيوب، تمام؟ وهذا عبارة عن طريقة تكنيك useful technique في fluid flow analysis اللي ممكن نفصل منها fluid متحرك عن غيره. بدنا نستذكر ونأكد إنه هذا الستريم تيوب الوالز تبعته مصنوعة من الستريم لاينز، هذا الستريم تيوب مش اللي بدناش نخلطه مع سوليد وولد بايب، يعني مع الجدار الحقيقي للبايب، تمام؟ ما دامه مصنوع من مجموعة أو مشكل من مجموعة من الستريم لاينز، والفلو لا يقاطع الستريم لاينز، وبالتالي الفلو لا يقاطع الستريم تيوب، وبالتالي الفلو بيكون موازي له، يعني جواه، تمام؟ أو برا، تمام؟ الستريم تيوب زي ما قلنا هي نوت بايب، وبالتالي هي ممكن في الانستيدي فلو تلاقيها ويل موف وذ تايم، يعني ممكن تتحرك مع الفلو اللي بيكون متغير مع الزمن، تمام؟
طيب اذا الستريم تيوب هو عباره عن مدام ومصنوع من 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 ستريم لاينز، والستريم لاين هي ايماجينري كيرف. اذا الستريم تيوب هو عباره عن ايماجينري تيوب هوز باوندري، يعني محيطه الخارجي تمام الباوندري تبعه مكون من مجموعه من ايش؟ من الستريم لاينز. هيك احنا بنكون مرينا على اربع شغلات. الباث لاين هو عباره عن خط وهمي، آسف، هو الخط المرسوم بواسطة individual fluid particles لما تتحرك من نقطة إلى أخرى عبر الزمن. الستريك لاين هو عبارة عن أداة مخبرية بتعطي صورة لحظية لأماكن جميع particles اللي مرت من نقطة معينة بشكل تتابع خلال الزمن. هذه النقطة هي نقطة التلوين أو حقن السائل الملون. الستريم لاين هي عبارة عن خط وهمي أو منحنى تخيلي اللي عبره الفلو بيقطعوش، وبالتالي الفلو بيكون موازي له، وبتكون الفيلوسيتي فيكتورز موازية أو تانجينشال لهذا الخط. الستريم تيوب هو عبارة عن تيوب تخيلي حده الخارجي مجموعة من الستريم لاينز. طيب بعد ما شفنا هذه التعريف الأربعة نيجي على تعريف مهمة جدا 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 اللي هي متعلقة بأربع شغلات. في فلو بنسميه فلو بنسميه يونيفورم، والتاني بالعكس بنسميه نان يونيفورم. في فلو بنسميه ستيدي وعكسه بنسميه انستيدي. فبدنا نعرف هدول، لما واحد يجي يقول يونيفورم فلو ماذا يقصد به، لما واحد يجي يتكلم نان يونيفورم فلو بدنا نعرف ايش معناته، ستيدي فلو ايش معناته، انستيدي فلو ايش معناته. لاحظوا انه هنا احنا تكلمش عن الفلويد، يعني هذا مش ما حدش يقول لما اجي اقول له عرف لي يونيفورم فلو يقول ات از فلويد، تمام؟ اذا هذا مش تعريف للفلويد، مش اربع خصائص للفلويد، هذه اربع خصائص لمين؟ للتدفق، للفلو. يعني احنا بنوصف الفلو لا ولا اوصف هنا الفلويد، تمام؟ اذا يونيفورم ونان يونيفورم فلويد فلو، اسف، وستيدي وانستيدي فلو. طيب اليونيفورم والنان يونيفورم فلو بتطلع على خصائص الفلو مع المكان، يعني هذه هنا بندرس with position، تمام. steady و unsteady flow بتطلع على خصائص الفلو كيف تتغير مع التايم، مع الزمن. اذا steady و unsteady مع الزمن، ويونيفورم و non uniform مع البوزيشن او مع اللوكيشن. طيب ايش هي هنا؟ بتطلع على خصائص الفلو. ايش يعني خصائص الفلو؟ لما اقول لكم خصائص الفلويد بتقولوا لي الدنسيتي، الفيسكوسيتي، البالك كومبريسيبيليتي. لما بقول لكم خصائص الفلو مفروض تقولوا لي خصائص الفلو، الفلو يتميز مثلا بسرعه معينه، بمساحه مقطع معين، تمام، بعمق معين، ببريشر معين، تمام. اذا خصائص الفلو زي الفيلوسيتي، البريشر، الكروس سكشن، مساحه مقطع، عمق الفلو، تمام. خصائص الفلويد بتقولوا لي فيسكوسيتي، دنسيتي، بالك كومبريسيبيليتي، سيرفيس تنشن، والخصائص اللي اخذناها في شابتر واحد، تمام. طيب هنا بأدرس هذه الخصائص وكيف تتغير مع المكان، هنا بأدرس هذه الخصائص وكيف تتغير مع الزمن التايم. طبعا اذا بتحبوا تتذكروا هنا تي تي، فالتايم بيجي معها على طول. طيب يونيفورم والنون يونيفورم فلو، في اليونيفورم فلو خصائص الفلو زي الفيلوسيتي، البريشر، الكروس سكشن، مساحه مقطع لا تتغير من مكان الى اخر عند لحظه معينه. يعني لما باجي عند تايم تي يساوي تي زيرو بتطلع عند البوزيشن هذا وعند البوزيشن اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. اذا خصائص الفلو وخاصه الفيلوسيتي، تمام، لانها بتجيب الباقي. اذا خصائص الفلو يعني واهم واحده فيهم الفيلوسيتي هنا لا تتغير من مقطع الى اخر، بسمي هذا الفلو يونيفورم. اذا بتتغير هذه الخصائص at every point من مقطع الى اخر بسمي هذا الفلو نون يونيفورم. ستيدي وان ستيدي، الستيدي هو نوع من انواع الفلو، الفلو كونديشنز في يعني الفيلوسيتي تبعها بتتغيرش مع الزمن. هو بيقول لي may differ from point to point، لانه من point لpoint هذا شغل اليونيفورم والنون يونيفورم، هو شغله مع مين؟ do not change with time. اذا في الستيدي وان ستيدي، في الستيدي خصائص الفلو لا تتغير مع الزمن، هنا خصائص الفلو بتتغير مع الزمن. يعني لو احنا بدنا نكتب هذا الكلام in differential form، هنا بنيجي بنقول في اول واحدة فيهم هنا خصائص الفلو اللي هو الفيلوسيتي مع المكان، مثلا del v by del x، هذا ايش ماله في اليونيفورم؟
يساوي زيرو، لا تتغير مع المكان. هنا ديل في باي في النون يونيفورم، ديل في باي ديل اكس او ديل في باي ديل واي، هنا ايش مالها؟ لا تساوي زيرو، تتغير مع الاكس. هنا ديل في باي ديل تي at given x y z، هنا at given ايش؟ عند تايم محدد، تمام. هنا at given x y z ايش مالها؟ لا تتغير، خصائص في الستيدي مع الفيلوسيتي مع الزمن بتغيرش، يعني ايش معناته؟ يساوي زيرو. هنا ديل في باي ديل تي at given x y z لا تساوي زيرو. ايش معنى لا تساوي زيرو؟ يعني دلتا في بتتغير مع دلتا تي، تمام. وهذا المقصد في الايش؟ في الانستيدي. مثلا بقول لي في الريفر، لو احنا طلعنا في النورمال في الظروف العاديه في الانهار، الكونديشنز تبعت الفلو اللي هي الفيلوسيتي والعمق والكروس سكشن ممكن تتغير من نقطه الى اخرى. ايش عم تتغير من نقطه؟ يعني باجي بلاقي مساحه مقطع الفلو هنا ومساحه مقطعه بعد شويه متغير، وهذا معناته انه الفلو نون يونيفورم. وخصائص الفلو عند مكان محدد لو بدنا ندرسه مع الزمن بنلاقي انه بيزيد العمق وبقل العمق وبتتغير الخصائص، وبالتالي بناء على تغير العمق بتغير مساحة المقطع وبتتغير الفيلوسيتي، وهذا دليل انه الفلو ايش ماله؟ بتغير مع الزمن، معناته انستيدي فلو. هيك احنا نتكلم. لما واحد يقول لك اسيوم ستيدي، اسيوم ذا فلو از ستيدي، ايش بيقصد فيه؟ انه خصائص هذا الفلو لا تتغير مع الزمن. اسيوم ان الفلو يونيفورم، يعني هذا خصائص الفلو لا تتغير من مكان الى اخر عند لحظه معينه، تمام. طيب بناء على التعريف السابق يونيفورم نون يونيفورم وستيدي وانستيدي، الفلو ممكن يكون مشبك، يعني نشبك ونقول يونيفورم ستيدي يونيفورم فلو، ستيدي نون يونيفورم فلو، انستيدي يونيفورم فلو، انستيدي نون يونيفورم فلو. ففي عندي اربع حالات مشتقه من هذا الوصف. ستيدي يونيفورم فلو من الكلمه هنا، ايش ستيدي؟ يعني خصائص الفلو لا تتغير مع الزمن ولا تتغير مع المكان، do not change with position or with time، زي الفلو of water in pipe of constant diameter at constant velocity. يعني بقول لي زي الفلو في ايش مثلا؟ هذا عندي pipe لها قطر ثابت وبنضخ فيها كيو ثابته، فلو رحنا ندرس خصائص الفلو عند المقطع هذا وعند المقطع هذا، تمام، عند لحظة معينة عند two different position، بلاك الفيلوسيتي هنا هي نفس الفيلوسيتي هنا. طيب لو جينا ندرس عند نفس المكان مع الزمن عند تي واحد وتي اثنين وتي ثلاثة، بلاقيها بتتغيرش مع الزمن لأنه كيو إشمالها constant، وبالتالي لا يتغير خصائص الفلو مع الزمن ولا تتغير من مكان إلى آخر لأنه الدياميتر constant، تمام. فبالتالي هذا steady uniform. طيب ستيدي نون يونيفورم هو فلو خصائصه لا تتغير مع الزمن لكن ممكن تتغير من نقطة إلى أخرى، زي الفلو ان تابرينج بايب، يعني فلو في بايب إيش مالها؟ بتضيق. فلو في بايب بتضيق وإحنا بنضخ كيو كونستانت. لو جينا ندرس خصائص الفلو هنا وهنا وهنا، يعني مع المكان، بلاقي كل ما بتضيق المقطع بتزيد الفيلوسيتي، وبالتالي هذا ايش ماله؟ نون يونيفورم. لكن لو جينا عند مقطع معين ودرسناه عند تي واحد واثنين وثلاثة، بلاقي خصائص السرعة لا تتغير، البريشر لا يتغير، مساحة المقطع لا تتغير، إذا هذا ايش ماله؟ ستيدي. ليش بتتغيرش؟ لأنه كيو البضخة ايش مالها؟ قلنا عنها كونستانت. انستيدي يونيفورم. انستيدي ايش معناته؟ خصائص الفلو بتتغير مع الزمن لكن يونيفورم تتغيرش من مكان الى اخر، تمام. وهذا بيقول لي زي مثلا الحاله السابقه اللي احنا كنا ثبتناها، اللي هو ذات مقطع ثابت بايب في كونستانت دايميتر، لكن الفلو بنضخ من مضخه ورحنا طفيناها، يعني الفلو ايش ماله؟ فاريد. فلو جينا ندرس عند لحظه معينه ندرس السرعه هنا وهنا بلاقيها زي بعض، اذا هذا ايش ماله؟ يونيفورم. لكن لو عند مقطع معين بدي ادرسها مع الزمن تي واحد وتي اثنين وتي ثلاثة، بلاقي فيه لا، السرعة قاعدة بتقل مع الزمن، معناته انه هذا الفلو ايش ماله؟ انستيدي. انستيدي نون يونيفورم هو فلو خصائصه بتتغير مع الزمن ومع الـ مع الـ مع المكان، زي الويف في تشانل، زي مثلا المثال اللي ضربناه الريفر، تمام. الويف في تشانل بنلاقيها بتتغير من لحظة للحظة، بتلاقي يعني الويف هذا المثال ايش بيقصد فيه؟ انا عندي موجه في قناه،
فبلاقي من عند لحظة معينة لو بدي ادوس خصائص الفلو هنا وهنا 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 بتتغير، هاي الكروس سكشن بتتغير، معناته الفيلوسيتي بتتغير، اذا هذا نون يونيفورم. ولكن لو جد ادرسه عند لحظة، عند مع الزمن، عند تي واحد واثنين وثلاثة، الموجة هذه بتكون هلقيت في اللحظة هذه هنا، بعد شوية ايش مالها؟ بتتحرك، بتصير هيك، معناته انه الكروس سكشن من زمن الى اخر، اذا هذا عند تي مثلا واحد وهذا تي اثنين، بلاقي انه عند من لحظة لأخرى بتغير المقطع، بتغير الفيلوسيتي والديبث اوف فلو، وهذا معناته انه الفلو ايش ماله؟ انستدي. طيب نتكلم كمان عن حاجة أخذناها زمان لكن بتلزمنا هنا، الريال والايديال فلويد. زمان في شابتر واحد رحنا رسمنا العلاقة، إذا فاكرين مرة تكلمنا عن الايديال فلويد، رحنا قلنا في عندي علاقة بين الدي في باي دي واي ومع الشير ستريس، وقلنا في مثلا الفلويد انواع مختلفة اشي زي هيك، هذا نيوتونيان، هذا نان نيوتونيان، نان نيوتونيان، نان نيوتونيان، وفي هذا الخط وقلنا عنه ايديال فلويد. طبعا قلنا انه ميل الخط هو عبارة عن الفيسكوسيتي، فقلنا هذا فلويد ايديال ميله بصفر، معناته ايش ماله؟ معناته الايديال فلويد الفيسكوسيتي له بايش؟ بزيرو. هنا بنأكد عليها، تمام، ان ايديال فلويد از وان ويتش هاز no viscosity، ليس له viscosity، وبالتالي في shear stress between the adjacent fluid layers and between the fluid layers and the boundary، ما فيش في عندي shear stress، معناته إذا الviscosity بزيرو shear stress بصفر، معناته ما فيش في shear stress بين ال layers بينها وبين بعض وبين layers ومع الباوندري. طبعا بيقول لي في الحقيقة لا يوجد fluid ideal، تمام، لكن احنا في بعض الأحيان نضطر انه افترض انه الفلويد ايديال، فبدنا نعرف ايش معناته هذه الفرضيه اللي بنستخدمها احيانا، معناته الفيسكوسيتي بزيرو، معناته انه الشير ستريس بزيرو، معناته لو بدرسم الفيلوسيتي بروفايل في الوضع الحقيقي بيكون بهذا الشكل لانه في شير ستريس وفي نو سليب كونديشن، تمام، لكن هنا ايش الايديال بيكون كله ماشي مع بعض كانه ايش، كانه يونيفورم فيلوسيتي، تمام. الريال على خلاف الايديال، الايديال مالوش فيسكوسيتي، ده الريال له بوسيس فيسكوسيتي زي كل الفلويدز، وبالتالي لها شير ستريس، وبالتالي هي بتلزق في الـ في الـ في السطح، وبالتالي ممكن ال ممكن شكل الفيلوسيتي بروفايل ممكن يكون زي هيك، او مثلا حاجه تانية بارابولا هيك، مش شرط يكون عدل زي هيك، المهم انه في عندي شير ستريس بين لايرز وبينها وبين بعض ناتج عن وجود الفيسكوسيتي. إذن الايديال فلويد والريال فلويد أكدنا وفهمنا إيش مفهومها. الكمبريسيبل وإنكمبريسيبل فلويد أو فلو، الكمبريسيبل وإنكمبريسيبل فلو هي نفسها، هنا بنتكلم كمان هو يوصف الفلو بناء على طبيعة الفلويد هنا بالضبط، تمام. فكل فلويد قلنا عنها إنها كمبريسيبل وإلها بلك، إلها معامل كمبريسيبلتي سميناه البلك مودلس، تمام، اخذناه في شابتر واحد. لكن احيانا اغلب الليكويد في الستيدي ستيت، ايش يعني ستيدي كونديشن او ستيدي فلو كونديشنز، يعني لما يكون خصائص الفلو بتتغيرش مع الزمن، تمام، ممكن اعتبار الليكويد لانها صعبه انها تنضغط ممكن اعتبارها انكمبريسيبل. ايش معنات اعتبارها انكمبريسيبل؟ قلنا انكمبريسيبل معناته انه الكي تبعها ايش ماله، ما لا نهايه، غير قابل للانضغاط. الغازات على الخلاف ذلك لا يمكن اعتبارها incompressible، والcompressibility فيها من الخصائص المركبة في الغازات، وبالتالي لازم اعتبار الcompressibility في الموضوع. كل الموضوع انه احنا بنتكلم عن الفلويد in general all fluids are compressible، لكن ممكن بالمقارنة بعض الliquids in general في الsteady state نعتبره incompressible، لكن في الunsteady state صعب انه نعتبره incompressible. حنرجع نرجع لوضعه الطبيعي انه all fluid are ايش؟ are compressible، بمعنى اخر لما تعرض لضغط زيادة في الضغط يختلف الفوليوم ويختلف كثافتها، تمام. هيك تقريبا انا خلصت هذه المحاضرة، ان شاء الله المرة القادمة بنبدأ في سيكشن 4-6. الله يعطيكم العافية ونراكم ان شاء الله المرة القادمة.